التقرير ايه. لا حلو لطيف. لا حلو يعني، بس يعني مشوار نجاحاتك كبير، خليك معايا بقى، انسى اللي فات. احنا كنا كنا داخلين يعني، كنا شادين قوي، عاملين حاله كده. خلاص احنا هنعاقب اللي عمل التقرير. لا لا، مشوار نجاحاتك كبير. الحمد لله يعني، الحمد لله طبعا ابتلاءات، بس الحمد لله طبعا الواحد بيقع ويقوم، ومعاك ناس حواليك كويسين فبيسندوك. دايما بتعدي بمحطات نجاح كبيره جدا، منها كاس الامم. يعني كاس الامم كل الناس اللي راهنت عليك كسبت. الحمد لله يعني التقرير قوي شويه، بس الحمد لله طبعا يعني. شوف اي اسئلتين بقى، سؤالين كده يعني. لا ما فيش يعني، زي ما بقول لك يا سيف، دايما ربنا سبحانه وتعالى لما بيبتلي حد بيبقى خير. فالحمد لله طبعا في ناس كويسه جنبك يعني، ربنا يثبتنا ويثبت مراتي وولادي طبعا، شافوا حاجات كتير جدا، بس الحمد لله برضو ربنا بيبعت لك ناس كتير جدا بتساندك وبتشتغل وبتنجح. ربنا كرمك في ايمانك كل حاجه، الحمد لله. الحمد لله زوجه الحقيقه طبعا، وكل حاجه رائعه، شخصيه يعني رائعه ومحترمه، كل حاجه وشافت حاجات كتير جدا، بس كلها ابتلاءات، واحنا بنحمد ربنا طبعا. وزي ما بقول لك، ربنا سبحانه وتعالى كل ما بتطلع من حاجه ده خير ليك طبعا يعني. في الاخر ده دخلني الجنه انا ومراتي وولادي.